السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ليا سؤال عند حضرتك يا شيخ. سلي، أنا ابني سافر بلاد بقى، سافر أمريكا، وهو شاب يعني بيشتغل وكده، وهو إحنا ناس ملتزمين ومتدينين وكل حاجة، بس هو الحقيقة بعد فترة، بعد سنوات من سفره، عايز يرتبط بواحدة من هناك، من هناك أمريكية يعني. وحاولنا طبعا، نصحناه إن يعني المسلمة أولى وكذا، الا انه مصاحبها يعني، وقال فبيقول لي احسن نمشي معاها يعني، فمش هتجوزها احسن. فهل فعلا انا لو ساعدت يعني، لو وافق، طب هو راهن الجواز على موافقتي انا، وانا والده يعني. ارفضي متبرجه طبعا. هو بيقول ممكن، ده هو يعني بيقول لي ممكن تسلم عشانكم، فهل ده كلام يعني؟ لا 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 لا، لا تقبلي، لا تقبلي، لا تقبلي، حتى لو لبست الحجاب وجات وانسان. لا تقبلي يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المنافق. ما هو ماشي معاها، انا ماليش، ما هو ماشي معاها يا شيخ، ما هو ماشي معاها يا اختي الكريم، مش انت تستشيريني؟ ما اقبلش حضرتك. طب ما ابني هيضيع كده، هيبقى ماشي مستحيل. ما ضايع اصلا، انت بتقرئي على الضياع، بتبصمي له على الضياع، تختمي له على الضياع. ليه بس؟ ما هو ممكن ربنا يهديه. ما هو هي مسيحيه البنت، زي جواز النص. هي متبرجه يعني ولا مستتره؟ هي امريكا متبرجه، بس ما عندهاش مانع تلبس طرحه. السلام عليكم يا اختي. طيب انا لا تفرض علي ان انا اجاوبك بالذي تريدينه. انا ما فرضش، انا بس يعني كده فرض علي ولا يتجوز. انا اسمح لواحد اقول لامي وافقي، وافقي على زواج ابنك بامراه متبرجه صديقه لابنك، لا تعرف دينا و تخدعنا، تقول اضع الطرح على راسي حتى تضحك على امه. ايه الكلام ده يا اختي؟